قلتك بالحق اطبخ شي طبخه لبابا. ليش شو في عندك؟ عندي موعد مع وسيم. طيب اجل الطبخه لبكره، على القليله بيجي وبياكلها تازه. ما بقدر اجر لك، مشكله بكره نهار مليان، بخاف تكركب. معناته جهزي لك اليوم شي طبخه خفيفه. قلتك انا هيك عم فكر، بس يا ترى شو بدي اطبخ له؟ شاكريه ورز، هو بيحبها كثير. انت شو عرفك؟ يعني قلت ما كان يجي لعنا نعزمه ويجي ياكل عنا؟ ما شاء الله عليكي، ومتذكرة؟ باي سمايا. شو لوين؟ رايحة اشتغل مذيعة. بس بدي افهم، شو له داعي كانت تستأجر هالسيارة؟ لشو هالحماس؟ هذا ابو اغلى رفيقة عندي، بعدين قلت هلا بيكون معه اغراض كثير وسيارتي صغيرة ما راح تساع، بعدين هو من ريحة الغوالي، من ريحة بابا وماما، لك قلت ما ساعدني. الحمد لله اللي مو انتي عم تسوقي، والا كان وصل الزلمة ما لا احد عم يستنى. هذا اللي طلع معك؟ شكرا نسومة. عفوا. نور، انتي متأكدة انه جاي اليوم؟ الطيارة صار لها واصلة اكثر من نص ساعة. طبعا متأكدة. طب معقول يكون بغير طيارة؟ أنا بعرف لأنه كل يوم بيطلع من دبي شي ألف طيارة. ليكون جاي على غير خطوط؟ لا مستحيل، أنا متأكدة إنه جاي اليوم. ها؟ ليكو؟ حبيبتي عندك على السلامة بابا. اشتقت لك حبيبتي. وأنا اشتقت لك كثير، ليش تأخرت؟ تأخرنا بالجوازات يا بابا، ثلاث طيارات مع بعض نزلوا. المهم الحمد لله على السلامة. لك الله يسلمك. امشي معي لعند الصبايا. الصبايا هون؟ ايه بس مو كلهم. كمان نسمة هون؟ مرحبا عمو. اهلا. الحمد لله على السلامة. شو حالك؟ شو اخبارك؟ لك العافية. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. يلا. كيفك نسمة؟ منيحة. اشتقت لك. وانا كمان. يلا بابا خلينا نمشي. يلا تفضل. امشي لبنان. كيف الشام يا صبايا؟ عندي احساس بانها كثير تغيرت. لا والله يا بابا، كله على حطة ايدك. عمو قد ايه صار لك ما نزلت على الشام؟ عمر حوالي 5 سنين. ايه معناها حلت تغير. قد ايش رح تبقى هون؟ يعني اجازتي حوالي 15 يوم. بس؟ بس شو بدي اعمل؟ شو حبيبتي؟ ماني سمعان صوتك. لا ما في شيء بابا. لا تكوني زعلانة بالنرشات. الله يسامحك، معقولة؟ شو زعلانة؟ صلى من امبارح عم تجهز لك بهالأكلات اللي بيحبهم قلبك. لك ليش رجعت أنا؟ لك الحمد لله على السلامة. سلم لي عمرك. شو طمني، شو أخبار دبي؟ ماشي الحال، هلأ ظرف أفضل وشغلنا يعني أفضل، عم يتحسن الحمد لله. الحمد لله. معقولة يا نور أبوكي شو ظريف، دقوا على الخشب. والله والله أنتوا لطاف وزراف يا عمو، يعني ما تتخيلوا قديش أنا مطمن بوجودكم جنب بنتي. ولو يا عمو، نور بعيوننا. تقبري قلبي. يلا بشو بتحب تبدأ نور؟ اسكبي له لأبوكي. شو تاكل بابا؟ اسكب لك رز وشاكرية؟ ما بعرف يا بابا، كل شيء طيب ما شاء الله. شو بتنصحوني يا صبايا؟ لسه ما عشبت شي عمو، نور بتعملنا كل أكل بتطير على نفسها، مو معه شو طيب على الأكل. نفسها طيب على الاكل مثل الامه الله يرحمها. طيب. رح جيب لك حد بعرفك ما بتاكل بدون الحد. هي الحد. يلا. يسلموا ايديك بابا، بجننوا. بدك يا عمري، عجبوك الاغراض؟ كثير 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 عجبوني. بتعرفي؟ أنا كنت خايف إنه زوقي ما يعجبك. معقول بابا؟ إيه ما حدا بيعرف زوقي قدك. تقبري قلبي. حبيبي أنا بدي أمشي، بدك شي؟ لوين بابا؟ لتكون متضايق من الصبايا. لا يا حبيبتي، الصبايا كتير لطيفين بس أنا تعبان وبدي أروح أرتاح. طيب، شو رأيك ترتاح بغرفة ماما؟ أنا منظفتها وموضبتها. بعدين على حطة إيدك من وقت ما تركتها. لا معلش بابا، أنا بالأوتيل برتاح أكتر. بعدين أنت بتعرفي من لما توفت المرحومة ما بحب فوت على غرفتها. بابا
أنا آسفة. على شو حبيبتي؟ أنا آسفة إنه الصبايا قاعدين عندي، يعني لو مو عندي الصبايا كنت يمكن ارتحت بالبيت أكتر. بالعكس حبيبتي، بالعكس تماما، أنا بهالطريقة بكون مطمن على بنتي حبيبتي. طيب حأطلب لك تاكسي. ما في داعي بابا، نسمة توصلني بسيارتها. لا بابا، المكتب التاكسي ليك هون قريب. ايه بابا خلاص، نسمة بتوصلني، بكرة بشوفك. اوكي باي حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تفضلي، هاي هديتك إن شاء الله تعجبك. أنا آسف ما حسنت أعطيك إياها قدام نور. هديتي إنك رجعت لنا بالسلامة، أنت ما بتتخيل قديش أنا اشتقت لك. الله يسلمك، وأنا كتير مشتاق لك. آسف إنك عم تمثلي قدام نور، مش ما نعمل، يمكن ما أجي الوقت المناسب لحتى تعرف. أنا رح أستناك العمر كله. يلا هي نسمعت إيش مشتاقك، مشتاق الأيام اللي كانت تجمعنا، كيف كنا نقعد سوا نشرب القهوة ونفكر ونخطط للمستقبل. تتذكري؟ لا أنا اللي بتذكر. معناها بكرة الصبح أنا ناطرك باللوبي. إيه بيجي لعندك ونقعد ونشرب القهوة سوا مثل العادة. يلا تصبح على خير. وأنت بخير. بالمناسبة هاي سواق بطيلي إياها، نسمع أنا مالي مستغنى عنك. حاضر. وعد؟ وعد. تصبح على خير. يا ربي شو اللي بينه وبينه؟ أنا مالي مرتاحة، شو أعمل؟ كيف بدي أتأكد؟ معقول يكون بيناتهم شي؟ طيب ليش لا يبحث على البيت لعندي إذا هيك؟ ما بيخافوا اكشف الموضوع؟ يا ربي شو اعمل؟ والله راسي رح ينفجر. معقول يكون شكي كله اوهام بوهام؟ بس مستحيل، هي بتعرف عنه شغلات انا ما بعرفها. شو اعمل يا ربي؟ شو اعمل؟